هاد التظاهرات تظاهرات مهمة، بحيث موجود فيها عدد ديال الموزعين وأيضا المصنعين اللي كيزودوا أكثر من 4 مليون ديال الشاحنات والسيارات في المغرب بقطاع غيار ذات جودة عالية. هاد الموزعين وصلوا لدرجة احتراف ودرجة ثقة مع المستهلك اللي غتمكنهم اليوم باش يزودوا أسواق دولية إن شاء الله، وعندهم هاد العزيمة باش يخرجوا من المغرب ويبداو يزودوا سائقين دوليا بقطاع الغيار مغربية أو أجنبية. اليوم كنتوفروا على شبكات موزعين ديال قطاع غيار ديال السيارات والشاحنات اللي هي كتضمن أولا السلامة للسائقين والسلامة للطرق في بلادنا، وكنتوفروا على احترافيين اللي عندهم يقدروا القدرة باش يجلبوا منتوج ديال جودة عالية ويوزعوه بكل ثقة للمستهلكين الوطنيين والدوليين إن شاء الله. مرحيم دريس كنون، رئيس جمعية جيبام. كننظموا هذه السنة ما بين 15 و18 في ديسمبر في هذه السنة، من الخميس حتى الحد، الدورة الثانية من المعرض قطاع الغيار السيار بالمغرب. هذا المعرض كيجمع جميع الفعالين المهنيين من مصنعين ومستوردين والناس اللي كيبيعوا في المجازا والميكانيكيين، والهدف ديال هذا المعرض هو التعريف ديال الناس ديال هذا القطاع على المنتوجات الجديدة اللي كتواكب التطورات اللي حصلة دابا في قطاع السيارات، التطورات العالمية اللي حصلة في قطاع السيارات. إذا الحمد لله كاين إقبال، الحمد لله المعرض كله عامر، الناس داروا الثقة باش ولا باش داروا كيعرضوا المنتوجات ديالهم، وكنتظروا إن شاء الله يجيو عندنا الناس بزاف من المغرب وحتى من خارج المغرب باش يشوفوا المعرض ديالنا. شكرا. السيد رئيس الرهانات ديالكم خلال التنظيمات، يعني ان شاء الله الحمد لله رانا توبه باش ندفعوا واحد قفزه نوعيه وفي الجوده ديال القطاع ديالنا، حيت القطاع كيتطور وحنا خصنا نتطوروا معاه، هذا هو الهدف ديالو باش درنا ان شاء الله هذا المعرض. شكرا سيدي. لا الله يخليك. ياخذوا